رجل ملك من الملوك في زمن من الأزمان، سلطان من السلاطين، أراد الخروج إلى الصيد، وجاء الوزير إلى هذا السلطان وقال أخرج معه. قال تفضل تعال. عندما أراد الخروج جرح الملك في الإصبع جرح بسيط. فقال الوزير للملك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، هذا خير. غضب الملك وقال الوزير تحزن لي؟ فرحت أني قطعت. تعال. أخذ الوزير وأدخله إلى السجن وأغلق عليه باب الزنزان، ثم قال له مستهزئا، الملك الآن يستهزئ بمن؟ بالوزير. قال الوزير مستهزئ، قال سجن؟ قال نعم. قال لعله خير، كل شيء خير، هذا خير سجن. وخرج إلى الصيد، طبعا يخرج إلى الصيد بدون حاشية بدون حرس، وهو في الصيد وجدوا جماعة من الناس أمسكوه. قال لماذا؟ ماذا تريد منه؟ قال نحن لنا أيام نبحث عن رجل نقدم قربان للآلهة. قال أنا ملك. قال أنت أحسن قربان، كم سميع ملك. قيدوه. عندما وضعوا القيود في يديه وجدوه مجروح الإصبع، قالوا أنت معين، لا تصل حتى تكون قربان للآلهة، اتركوا. رجع إلى من؟ إلى الوزير. قال والله صدقت، إن جرح خير. قال لا وزير. قال لا لا والله، والله أنت الذي صدقت أن سجني خير. قال كيف؟ قال أنا لو كنت معك في الصيد الآن أنا لست معي، كنت في عدد القرابين والأموال. المؤمن أخواننا ما يتطير، ما يتشاءم أبدا.